قبل ما نبدا بقى نتكلم عن اخبارنا النهارده وعن مواضيع كمان حلقتنا، في موضوع مهم جدا جدا لازم نتكلم فيه ولازم برضو نديله حقه. عايزين نتكلم على اللاعب رقم واحد في النادي الاهلي اللي من غيره الفريق بيفقد اهم عنصر من عناصر تفوقه على اي فريق تاني وعلى اي موقف صعب بيمر بيه. ده بجد محتاج طبعا حلقات وحلقات كتير عشان نقدر نتكلم عليه ونوفي له حقه. زمان احنا كنا بنسمع كلام كتير بيتقال ان الجماهير هي اللاعب رقم 11، وبعدين بقى اتطور الموضوع بعد كده، بعد طبعا ما بقى الجمهور دور اكبر وفعاليه اكتر، وبقى في ناس كمان تانيه بتقول ان هو الجمهور هو رقم واحد او اللاعب رقم واحد. في بقى اللي بيقول ان هو رقم 11 وفي اللي بيقول ان هو رقم واحد، بس احنا في النادي الاهلي عارفين ومتاكدين ان جمهورنا هو اللاعب الاهم، وده مش كلام انشا ولا كلام شاشات واعلام، ده كلام حقيقي كلنا عارفينه وكلنا شايفينه ومن زمان جدا. تاريخ النادي الاهلي وبطولاته بتشهد على الكلام ده دايما، ومش بس في كره القدم، كمان في كل الالعاب اللي بيلعبها النادي الاهلي. العلاقه ما بين جمهور النادي الاهلي واداره النادي ولاعيبه الفريق علاقه قويه جدا، كلها حب واحترام. جماهير النادي الاهلي بيعتبروا نفسهم اعضاء في النادي، بيغيروا على كل شبر من تراب النادي. جماهير النادي الاهلي في كل مناسبه بيتضرب بيهم المثل في الولاء وفي التضحيه وفي الوفاء للنادي. جماهير النادي الاهلي دايما بتحس انها ظهر بيتسند على النادي في اي موقف صعب بيمر بيه. جماهير النادي الاهلي دايما بتقول جمهوره ده حماه، وعلى الحلوه والمره معاه، والمره قبل الحلوه. كلام كتير وشعارات كتير طبعا بيرددها جمهورنا الكبير، مش بتكون ابدا مجرد كلام ولا شعارات، بالعكس دي بتكون حقيقه واضحه وملموسه جدا واي حد يقدر يشوفها. اللي حصل اول امبارح في مباراه سان داونز ده مش طبيعي، مش طبيعي ان فرقتك تكون مغلوبه 5-0 في مباراه ذهاب وخلاص انت متاكد ان مباراتك او ان انت خلاص فريقك خارج من البطوله دي بنسبه 99%، وتلاقي بقى الجمهور رايح ومصمم ان هو يشجع فريقه ويقف معاه لاخر لحظه بكل قوه وثقه وروح رياضيه. ده بجد مش طبيعي، بس لو كان مع اي فريق تاني غير النادي الاهلي واي جمهور تاني غير جمهور النادي الاهلي. لكن بقى لما يكون النادي الاهلي وجمهوره ده بيكون العادي، لان هو ده الطبيعي وهو ده اللي معروف عن جمهور النادي الاهلي، الجمهور العظيم.